مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية، وفقرتنا معاكم فيها بعض الافكار لتشجيع اولادنا على المذاكره. طبعا المذاكره من الحاجات اللي ما فيش مفر منها، وكل ام بتحاول انها تبذل اقصى ما في جهدها عشان تساعد اولادها على المذاكره، واحيانا بس لمجرد انهم يقتنعوا انهم يقعدوا على الكتاب ويذاكروا. انا هقدملك شويه نصايح تساعدكم ان شاء الله مع اولادكم عشان يتقبلوا فكره المذاكره بشكل افضل. اول حاجه، حاولي تختاري مع اولادك، بنتك او ابنك، افضل مكان للمذاكره، ولازم يكون المكان جيد من حيث الاضاءه بتاعته ويتميز بالهدوء. والمكان الافضل هو المكان اللي يفضله طفلك او يحبه، فمثلا ممكن يحب ركن معين في اوضته، سيبيه يختار المكان اللي يحط فيه مكتبه في الاوضه ويختاره هو بنفسه. اذا كان الطفل جديد في المدرسه ومش بيحب المذاكره على المكتب زي ما معظم الاطفال متعودين، فبلاش تجبريه على كده. ممكن يحب يذاكر مثلا في اوضه المعيشه او في البلكونه، حاولي تلبي رغبته، فاحنا عايزين نحمسه للمذاكره مش ننفره منها. تاني حاجة ممكن تعمليها انك تعملي كروت صغيرة متلونة وتكتبي على كل كارت منها نشاط او لعبة يحبها طفلك وتديها لطفلك. وبعد كده اوعديه انه في حالة مثلا حصوله على الدرجة النهائية او في حالة انه ينهي كل واجباته طول الاسبوع من غير مناهدة في المواعيد المحددة، فهيتكافئ بيها. الكارت هنا هيبقى مع الطفل علشان يحس بانك جادة جدا في الوعد بتاعك، ولما يجي وقت الهدية تاخدي منه الكارت وتديله الهدية. لكن بلاش نكرر ده كتير في كل حاجة عشان ما تبقاش مذاكرته بعد كده كلها متوقفة على المقابل المادي اللي هيحصل عليه. من أكبر المشاكل برضو اللي بتقابل الأمهات إنها يا ترى أقعد جنب ابني وهو بيذاكر، ولا أسيبه يعتمد على نفسه وما أقعدش جنبه. ولكن في حل تاني خالص بره الصندوق، وهو إن لما الطفل يبدأ وقت المذاكرة ابدأي مثلا القراية جنبه في أوضته مثلا، ولكن بعيد عنه، ما تبقيش قاعدة أنت بتذاكري له، أو مثلا في الصالة وباب الأوضة اللي هو بيذاكر فيها مفتوح بحيث يشوفك، فبكده هيحس بالأمان إنه هيلاقيكي لما يحتاج ليكي، وهتبقي أنت أو حتى بابا اللي قاعد جنبه بيعمل حاجة تانية مثل أعلى ليه في الالتزام كلنا مثلا بوقت القراءة أو وقت المذاكرة، وهيبقى وقت المذاكرة بالنسبة له وقت مقدس عنده وعند كمان إخواته، ومش هيحس بالملل أو إنه هو الوحيد اللي مفروض إنه يتخلى عن اللعب وكل المغريات زي التلفزيون وغيرها عشان يقعد يذاكر. من الأفكار اللطيفة كمان إنك حاولي تعملي قائمة مع طفلك بعدد الواجبات المدرسية اللي هيذاكرها الطفل خلال اليوم، وكل ما ينهي جزء يعلم عليه أو يلونه. دي من أكتر الحاجات اللي بتخلي الطفل يتحفز، لأنه من أكتر الحاجات اللي بتنفر الأطفال من المذاكرة بشكل عام هو إنه يحس بضخامة الواجب المدرسي وإنه كتير قوي عليه وإنه مش هيقدر يخلصه بشكل سريع. ولكن القائمة دي هتحمسه بسرعة عشان ينتهي من الواجب وعشان يلونها كلها بسرعة. من الأفكار برضو اللي ممكن نعملها إنك تدخلي مع طفلك في سباق، فمثلا تقولي له اللي هيخلص الأول هيبقى هو الفايز، وتحطي لك هدف معين زي مثلا التنظيف هدفه هو هيبقى إنه يخلص الواجب، وهيبدأ يسجل معاكي النقاط طول الشهر أو طول الأسبوع، والخاسر هو اللي المفروض هيشتري للفايز هدية من فلوسه. امدحي طفلك كمان لما يقوم بالواجب بطريقة صحيحة، فمن أفضل عوامل الحماس عند الطفل بشكل عام هي التحفيز والمدح، فما تحاوليش انك تتلهي عن ده بأي حاجة تانية. اربطي اللي الطفل بيتعلمه في المدرسة بالمعاملات اليومية في البيت، فمثلا بعد ما يتعلم الأطوال والأوزان خليه يشتغل معاكي في المطبخ، ووريله كمية الكيلو والنص كيلو وطول المتر قد إيه، لأن كل دوت بتبقى حاجات عملية، مثلا المتر عامل قد إيه في المطبخ من الطول الرخامة وهكذا. الحاجات دي بتخلي المعلومة ترتبط في دماغ الطفل جدا وما ينساهاش. وكل سنة وحضراتكم بخير.